السلام عليكم. اكتر حاجات بتضايقني في برنامج نفس وركس، ومش القصد ان انا هاجم البرنامج، لا القصد يمكن حد مبرمج يطلع يطورها، يمكن هم ياخدوا بالهم ويحسنوها في الاصدارات الحديثه وهكذا. طيب، من ضمن الحاجات مثلا في قائمه بتاعه تايم لينير هتلاقي عيبين خطيرين جدا فعلا بيخلوني اتنرفز. اول حاجه، لو انا مثلا عندي تاسكات كتيره فبعمل كنترول اف عشان ادور على الحاجه اللي انا عايزها، لا ما فيش سيرش في القصه دي، تمام؟ يعني هنا مش بيدور في قلب التايم لينير، تمام. الحاجه التانية، لو انا عندي برضو كميه معلومات كبيره فمفيش ان انا اقدر اعملهم في جروبس اوتوماتيك، لان هو مثلا في البرامافيرا بيبقى عامل مثلا الاستراكشر وتحتيها الجراوند وتحتيها الميزانين وبعد كده الفيرست، وكل واحده من دول تحتيها حاجات فرعيه، فهنا مش بياخدهم بنفس الحاجات، لا بيرسموا ورا بعض. فمثلا ممكن تكون ايه الول موجوده في كل واحده فيهم، فبيبقى الموضوع صعب جدا ان انت تعرف دي بتاعت اني واحده، عكس بقيه البرامج التانية اللي احنا بنتكلم فيها انها بتعمل 4D. طيب، لو انا جيت برضو بصيت على سيلكشن تري، تمام، هتلاقي في مشكله برضو ان انا لو انا عايز اعرف الملف دوت اللي انا سحبه، تمام، ايا يكن، مثلا ممكن يكون سحب ملفات ان دبليو سي او فاتح ملفات معينه، سحب اي ملفات موجودة فين ما تلاقيش، يعني عايز اعرف دي موجودة في انهي فولدر. الحل الوحيد بان انا ابقى اروح للملف اللي انا شاك فيه واعمل له مثلا ريموف او غير الاسم وافتح الملف تاني عشان اتاكد هل هو صاحب الملف ده ولا لا. يعني ممكن يكون عندي الملف نفسه موجود في اكتر من فولدر فانا مش عارف موجود في انهي فولدر، فدي من ضمن الحاجات اللي فعلا بتعمل لخبطة، ان انا مش عارف دي موجودة فين، الملف ده موجود فين في الويندوز. من الحاجات برضو المتعبة، وزي ما بقول انا مش بهاجم البرنامج، البرنامج مش شغال عليه على طول، لكن يعني يمكن حد يلاقي حل للقصة اللي انا بقولها ديت. لو انت عايز تصدر الشغل بتاعك لسيري دي ماكس عشان تعمل الريندر، لان الريندر اللي موجود هنا مش قوي، اوتوديسك ريندرنج وكذا مش قوي، فبيصدر ككتلة واحدة، يعني كل الشغل اللي انت عملته على التايم لينير بتلاقيه فقط. دي خسارة كبيرة جدا. المشاكل دي كلها لقيتها في البرامج التانية، ولقيت في مزايا موجودة في النفس وركس مش موجودة في البرامج التانية، زي موضوع الكلاش ديتكتيف يعني معمول بشكل قوي، فعشان كده ما بسيبش النفس وركس. بس انا بتكلم على المشاكل اللي الواحد عاصرها لما يشتغل في مشروع حقيقي. لو انت بتشرح ممكن ما تتفاجئش بالمشاكل دي، لكن في الشغل الحقيقي بنلاقي المشاكل ديت وبنبدأ ندور لها على حلول.